16 من جانفي يوم تحررت تونس من قبضة ديكتاتورية، كان الموعد في مطار تونس قرطاج الدولي لنسجل صورا ينتظرها كل التونسيين. المهمة كانت سرية، لم نعرف ما كان ينتظر الفريق الصحفي. اقتربنا لنفقد للمرة الأولى السيطرة على حيادنا بمشاعر اختلطت بين روحي الوطنية والشوق للكشف عن ما وراء ستار الصمت الذي ضيق الخناق على التونسيين لسنوات طويلة. انتظرنا خارج بهو القاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج الدولي ليسمح لنا بالدخول. تعرفنا أثناءها على مهمتنا، مهمة نقل صورة مجموعة من عائلة الرئيس المخلوع وأسهاره الذين اجتمعوا من أجل هدف واحد، محاولة الفرار خارج تونس. اجتماعهم داخل المطار بأعداد كبيرة وإصرارهم على الحصول على تذاكر سفر تحملهم خارج تونس الذي تزامن مع لحظة فرار الرئيس المخلوع دفع العاملين بالخطوط التونسية للتشكك في الأمر وأن شيئا جسيما يحدث. مضيفة في القاعة الشرفية بالمطار جاءتنا لتكمل حكاية لم نكن نعرف أنها ستهز عروشهم. كانت الحالة متاعهم حالة غير عادية، مش كالعادة، تحسهم مربوكين، معناتها مربوثين، مش كالعادة، معناتها مش كيما العادة، مش كيما مستانسين يجيوا في المرات الأخرين. فهمت، وكلهم يحبوا على بلايس، يحبوا يسافروا في اقرب يعني اقرب فول، فهمت، يحبوا يسافروا عليه. وفما اللي كان ماشي على ليون، فما اللي كان ماشي على اليتاليا. بالنسبه ليون كانوا زوزا كهو ماشيين عليها، واليتاليا كانوا معناتها برشا ماشيين عليها. حسينا فما حاجه مش عاديه. حاولنا الكلنا كلك سوا احنا معناتها جماعه تونسير وبيان جماعه الامن، حاولنا باش كل واحد يخدم خدمته من معناتها من موقعه هو. ساعه جامي كانوا يتلمدوا مع بعضهم، معناتها العائد لو دو فامي ما يتلمدوش مع بعضهم جمله نهارتها، يعني جاوا الكل مع بعضهم وقاعدين مع بعضهم، معناتها ويشوفوا ميم حتى باش يسافروا مع بعضهم، فهمت، قابلين يعني ليسونسييل انهم يمشي. عشنا ستريس بالكدا خاطر يحبوا وقتها يخرجوا الكل، مي اونفا ما خرج حتى واحد، معناتها ما خرج حتى واحد من سالون للطياره، ما مشى حتى واحد، فهمت. الناس الكل في يعني قعدت في السالون لو تون اللي جاوا مكافحة الإرهاب جاو مكافحة الإرهاب، فهمت، وشدوهم غاديكا وهزوهم. ليلة اعتقال مجموعة الطرابلسية في مطار تونس قرطاج طلب مني رئيس القسم باش نلتحق بالمطار ونصور الفريق المجموعة اللي تشدوا في المطار. اللي هما قداش وقت؟ ما يقارب على 20 واحد معناها من طرابلسية. وبالمناسبة نشكر معناها شرطة قمع الإرهاب اللي عاونوني باش صورتها، لكن وقت جيت لي خارج من البيست نتاع المطار تعرضت لمحافظ المطار وهددني وفك لي الكاسيت. احنا ولاد الشعب وماذا بينا معناها نبلغوا اصواتكم ونوروا الحقيقه، وقاعدين نعاونوا معناها نعملوا في المستحيل باش نوروا الحقيقه. وحدات امنيه بمختلف اختصاصاتها كانت حاضره لتسيطر على الموقف وتلقي القبض على هذه المجموعه الهاربه التي ظنت ان نفوذها الذي طالما وظفته اينما حلت سيسعفها للفرار والتحليق بعيدا عن ارض امتصوا خيراتها واستخفوا بشعبها. هي صور قد تغني كل وطني عن التعليق أو الكلام في إيقاظ الروح الوطنية، خاصة مع ثبوت تهم ضد عدد منهم وتواصل التحقيق مع الموقوفين من عائلة الرئيس المخلوع وأسهاره.